ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تشتكي كثيرا من النسوة من عدم العدل بينهن عند المعددين، وفي بعض الأحيان لا تستطيع المرأة أن تبوح أو لا تجد من ينصرها لأن الرجل يهددها بالطلاق، وربما لا تجد من يأويها إذا فارقها هذا الرجل. الله تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول جل شأنه وتقدست أسماؤه: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هنالك الكثير من الرجال ممن يتحمس للتعدد، وهذا أمر لا ضير فيه، أباحه له الشرع الشريف، ولكن بشروط، حتى لا يأتي هذا الشجاع يوم القيامة وشقه مائل، يعني كأنه أشل، يمشي كأن نصفه أشل. لا بد أن يعرف ما معنى العدل بين الزوجات وكيف يكون هذا العدل. ليست القضية قضية شجاعة وقضية حماس وقضية تقليد ثم بعد ذلك ينسى الأولى وينسى فضلها بعد 15 عاما أو أكثر أو أقل بقليل، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، فيفضل عليها الجديدة ويفضل عليها الصغيرة ويميل كل الميل أو يكاد، ويهضم السابقة حقوقها أو شيئا من حقوقها، فلا يعدل مثلا في النفقة أو لا يعدل في المبيت، وهذه شكاوى تصل وترد من النساء. يبيت مع الجديدة أسبوعا أو 4 أيام أو 3 أيام ثم يذهب إلى القديمة التي عفى عليها الزمن كما يراها هو، وتكاثرت عليها الأتربة فيبيت معها ليلة واحدة، ثم إذا طالبته بالعدل والإنصاف بينهما لا يبدي لها إلا وجها مكفهرا، وهذا ديدنه. إذا ذهب إلى الجديدة تراه باسما وضحكته تصل بين أذنيه، وإذا ذهب عند القديمة المسكينة أم الأولاد التي بارك الله له في بيته بدخولها نسي تلك الوعود والعهود القديمة التي قالها مرة أخرى للجديدة. فهذه نقطة ينبغي أن ينتبه إليها الأزواج، ليست القضية كما نقول دائما قضية عبادات مفروضة كالصلوات والصيام والزكاة، وإنما هنالك أمور كثيرة في الشرع، الشرع يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان لتكون هذه الحياة حياة الكمل وليست حياة النقص. ولذلك على الإنسان أن يبحث. أباح الشرع نعم، ولكن قبل أن تقدم ابحث كيف ألجو هذا الباب وماذا ينبغي
لي أن أفعل؟ كيف أعدل وفيما يكون العدل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير خلق الله كان يعدل بين زوجاته، ورغم ذلك كان يعتذر إلى الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما لا بما تملك ولا أملك. يعني أنه كان يميل بقلبه إلى السيدة الجديدة، إلى السيدة الجليلة الرضية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. فذلك ميل قلبي لا يجد دفعا له. أما الأفعال يمكن للإنسان أن يتحكم فيها، فإذا انصرف إلى واحدة منهن فعليه أن ينتبه كيف حاله عندما ينصرف إليها. ينصرف إليها منبسطا، ينصرف إليها باسما، ينصرف إليها مبشرا، هكذا ينبغي أيضا أن ينصرف إلى الأخرى. هذا هو العدل. أما أن يكون مع هذه دائما ما شاء الله في الضحك والانشراح والانبساط وغير ذلك والنزهة، ومع هذه يعني مع واحدة شباب ومع الثانية عابد زاهد ناسك ما يخرج من خيمته، ما يصير. هذه حقوق، والحقوق يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. هذه المرأة إن لم تسامحه ليست القضية قضيتها قضية صلاة، وليست قضيتها قضية زكاة، ولكن قضيتها قضية حقوق تخصها، قضية حقوق تخصها. إن لم تسمح وتسامح سيحاسب عليها هذا الإنسان المصلي الذاكر القارئ للقرآن، سيحاسب عليها يوم القيامة. فإذا مسألة التعدد هذه ينبغي أن يقف عندها الإنسان وقفات، لا نقول وقفات لأن يتراجع، لا، يقدم ولكن يتفقه ويجتهد قدر استطاعته، ثم يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذه مسألة أحببت أن أشير إليها بسبب شكاوى الأخوات والنساء، كثير منهن لا تستطيع البوح ولا تستطيع، تقول أين إلى أين أذهب، يهددني بالطلاق إذا قلت العدل أو إذا قلت كذا، يهددني بالطلاق، ماذا أفعل، عندي أولاد، من مرأة كثيرة جناح، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، ولا يكرمهن إلا كريم ولا يظلمهن إلا لئيم. ومن كمال المروءة أن يكرم الرجل المرأة، تلك المرأة التي أخذها من بين أحضان والديها ودفء تلك الأحضان أخذها إلى بيته، أخذها معززة مكرمة، فعليه أن يمسكها معززة مكرمة أو يسرحها معززة مكرمة. قضايا كثيرة للأسف الشديد تجد أنه إذا قرر أن يسرح الرجل، إذا قرر أن يسرح المرأة يهينها ويذلها ويهين أهلها ويتلفظ عليهم بكثير من الكلام ويلجئهم إلى المحاكم ويأكل حقوق المرأة وغير ذلك. بعضهن يشتكين أنه إذا طلقها أخذ الذهب وأخذ كل ما يخصها وكل ما أعطاها إياه، أعطاها هاتف أخذه، أنت إذا أعطيت فقد ملكت، خلاص خرج من ملكيتك، أصبح الحق حقا لغيرك وستسأل عنه يوم القيامة. لن تنفعك صلاة ولن تنفعك زكاة ولا ينفعك صوم إلا بأداء الحقوق إلى أصحابها. فلأي شيء يغامر الإنسان هذه المغامرات؟ على الإنسان أن يكون واعيا، وأن خاصة الرجل عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق وأن يتحلى بالمروءة. تجد كثير من الناس لا يستطيع أمام الرجال شيئا، ولكنه أمام النساء تجده ما شاء الله أسد، هذا ليس من المروءة. نعم الإنسان ينتقد ويصحح في البيت ويعالج المشكلات وما إلى ذلك، زين، وإن كان عنده أكثر من زوجة، لكن يعدل يعدل. وإذا يعني شدد في مرة يكون لينا في مرة أخرى، يوازن بين الأمور. وهكذا أيضا الرسالة موجهة أيضا إلى النساء، إلى الضرائر،
تجد الواحدة منهن تكيد للأخرى بشتى الطرق، وهذا واقع للأسف الشديد، تكيد للأخرى حتى يميل إليها زوجها كل الميل بأي عمل، وبعضهن يلجأن إلى الأسحار، يعني قضايا تصلنا الله المستعان منها، ميل إلى الأسحار، استعمال الأسحار حتى تستميل هذا الرجل بكليته بماله وقلبه ووقته وهذه تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، ماذا تفعل بهذه العبادات كلها؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ما حاجة الله إلى الصلوات. فعلى النساء الضرائر كذلك، الواحدة منهن إذا ابتليت بشريكة فعليها أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا تطالب الرجل بأكثر مما يعطي الأخرى، أو تحاول بطريقة أو بأخرى أن تكيد لصاحبتها، وعليها أن ترضى بما أعطاها الله تبارك وتعالى.